قديم جدا هاي ما بعرف الا هذا من زمان موجود يعني. بيقولوا انما للصبر حدود، بس هاي الجملة غير مطبقة بحياة العم خالد حليمة. فكل مين مر بواحد من أزقة سوق الحميدية لفت نظره محل صغير ورجل بيبلغ من العمر 86 عام عم يشتغل بأنامله لساعات طويلة بحياكة شقوق سراويل ومعاطف ليعيد كما كانت للزباين مقابل تكلفة بسيطة. العم خالد حليمة بيعمل بمصلحة الرتي، ويلي على الرغم من أنه رأس ماله إبرة وخيط، لكن بمجهوده وبرودة أعصابه سعادته بمرور السنوات وبظل مختلف الظروف إنشاء عائلة وتربية 4 أولاد. إذا ما اشتغلنا ما أكلنا، المقصود بالرتب إنه هالضربة هاي مضروبة موجودة كاملة، هاي برجع بحيكها. حيك حياك مثل ما حيك ماشي بالذات، كله بيد مكنه ما في هون، هون صفيت مكنه ما في، وقفنا الخياطه مكانات وقفت، ابر وخيط هي الاساس والمقص اكثر من صور ما في شيء، يعني مخ بيشتغل كل شيء، انت بتحكم حالك فيها. خياط مصلحته مصلحة خياطه، اللي بيقعد ورا ماكينه ما بيعرف يشتغل خياطتي، المحل قديم. بس دخلت انه انا دخلت له هون 65 خياط بالبداية، انا خريج مدرسة صناعة، انا من اساس الامر هالحكي بال 56 وال 65 اخذت بكالوريوس، بس بكالوريوس غير حرف نجارة ما اخذت خياطة، تميت بالخياطة بالذات. واشتغلت بعد ما طلعت تركت الدراسة اكثر من صورة، اشتغلت بالاعمال الحرة، اشتغلت خياط، اشتغلت في مصور، اشتغلت بياع لوازم خياطين كمان نفس العملية. التسعينات المصالح تبعنا الخياطة وقف حركتها شوي، صارت المعامل تضرب علينا نحن، بعد خلتنا مجال. امتهنت ما لوازم الخياطة، زرار بطاين حاجات هذا كل الخياط شو بيحتاج مصالح. أنا ما أخذتها بطريقة الخياطة بالأول، كلها هي، ورجعت أنا اشتغلت هالشغلة كلها بتامتها، التسعينات أخذت مصالح الخياطة. وأول ما اشتغلت بمصلحة الرتب، مو أنا اشتغلت، اشتغلت أعطيت لواحد. أنا طيرتيني بس أنا أخذت منه مصلحة عنودة يعني بدون ما يعرف من شو عم بشتغل أنا. إيه أخذت مصلحة منه واشتغلت فيها والحمد لله محييتها كاملة برجعها كما كانت. ترجع بين 190 و 170 ترجع. الخيط بتاخذ من نفس القماش وفي قماش ما بيطلع منه خيط. أنا أقدم له خيط ثاني خيط عادل. ترجع بحيك وحياتي كاملة. في إطعامات بالرزا معك. في إطعامات بالرزا. مسألة الجلد. مرتي بس مو مرتي مرتي فرزي بقطع منه فيه في هلا ما شوتر بروف ما بيطلع منه خيط. صار في واي كامل في لي انا ما في مجال يعني قطعه من نفسي بالذات صديق اما بتعب فيها تعب فيها تعب ما بقول لك لا. وهالآلي هي كمان تعبتني أكثر، تيجي لعندي شغلة الرتب بقول لك أهي بعمل لك إياها، بحط لك إياها على الماكينة، بدرج لك إياها أكثر من صور، بدرج لك إياها، بين الخيطان تبعها، نحن بدنا نشتغل الشغلة لحتى ما تبين هي، هلا بإيدي هي أنا، هيك هي الإبرة والخيط، وهي خطأ الرتب اللي إياها، بشتغلها الأخير ما تبين معي، ما تبين، تبين شيء بسيط، دعسة دعسة تكوي بالمكواية راحت معي، كانت معي. لا ما بجوز في رتاية ما في أنا مو أنا آخر إنسان يعني في بجوز في رتاية العالم صار أنت مثلا عندك قطعة بتقول بقولك بسوق فلان محل روحي بتلاقي موجود والله في ناس بتطلع قطعتهم ممتازة بالمية مية في ناس بتطلع قلت لك أقل من هالشيء هذا بالذات وهذا القماش اللي بيساعدنا نحن حسب القماش ما هو اللي بيساعدنا الشيء أحيانا قطعة بتتحمل معي ساعتين وثلاث في قطعة بتتحمل معي ساعة في بتتحمل معي لبعد يومين ثلاث هلا احنا بيجينا العتب هلا رتب العتب هلا ملعون كثير بتيجي مثلا البنطلون او الجاكيت نخره تنخير مثل كانها برصاص مبخشه بدك تشتغلوا فيها هي بتاخذ معي 4-5 ايام ما هو ما عاد حدا اقبل على المصلحه هي بالذات
يعني اللي عم يضل هو خلص ما في بديله يشتغل. الركل مقصود انه تحيكل افات رجليها كما كانت. هالضربة هالموجودة هاي محيكها ترجع كما كانت، هي على الماكينة ما تشتغل. بكل حب هالرجل اعاد احياء مصلحة الرتي لمكانتها وشهرتها بين الناس، وخصوصا انها قديمة قدم التاريخ، فمن شدة تعلقه فيها ما زال للان ورغم انحناء ظهره وتقدمه بالعمر بيعمل فيها تخوفاً عليها من الاندثار.